أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. هسه نبدأ نفتح بالصناديق ونشوف الغراض اللي جايتنا بهاي الشحنة. عندنا هنا أول منتج اللي هو هذا فيكتور روبوت، اللي هو روبوت أو مثل إنسان آلي نقدر نسميه. مثل ما جاي تشوفون به هواي سوالف وهواي شغلات، بحثوا عنه باليوتيوب على مود الشخص اللي مهتم بهيج شيء نقدر نجيب الهيا من أمازون من أمريكا. عندنا هنا منتج كريم رجالي وموضح عليه الشرح مالته والكتاب والمواصفات. عندنا هنا قطع غيار مال فد ماكينه معينه، هذا مثل التايرات مالتها. طبعا احب انوه واحب اقول انه اي شخص اذا يحب يطلب اي مواد من امريكا او من الصين من موقع امازون او اي باي او علي اكسبرس، كل اللي عليك انه تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وتنزلنا رابط المنتج وراح نعطيك باقي التفاصيل. طبعا نتاخر شويه بالجواب على الصفحه مال الفيسبوك لان عندنا رسائل كلش هواي، واكو هواي ناس تدز رسائل وتريد تشتري، فشويه اصبر علينا راح نجاوبك ان شاء الله. اي سؤال او استفسار او اي شيء عندك تريد تشتري او تريد تسال راسلنا ايضا على صفحتنا على الفيسبوك، راح اخلي الرابط مال الصفحه بالوصف. واذا اتجنت من الفيسبوك فهي نفس هاي الصفحه راسلنا عليها بالرسائل وتدلل. واحب اكرر يعني للمره الثانيه اعذروني انه عندنا رسائل كلش هواي، فاذا نتاخر عليك بالجواب عادي يعني ماكو مشكله، لكن راح نجاوب عليك. عندنا توصيل لكل محافظات العراق. طبعا للبدايه لازم تدفع مبلغ مقدم ويكون الباقي عند الاستلام. مركز الشركه بالنجف واكو توصيل لكل المحافظات. وخلي نكمل وياكم بقيه الاغراض. عندنا هنا هذا كتاب مثل ما واضح، The Road Back to You حسب اسم الكتاب هذا. مثل ما جاي تشوفون هذين الغراض، طبعا هذين مو للبيع، هذين كل هالناس موصيهن واحنا جاي نستعرض لهم اياه على مود يعرفون انه غراضهم وصلت، وعلى مود الناس اللي البقيه اللي يحب يطلب مثل هيك اشياء خلي راسلنا على الصفحه، دزلنا رابط المنتج واحنا راح نعطيك السعر كامل بدون اي اضافه بعد، يعني السعر كامل ويا النقل ويا الجمارك، واحنا علينا الباقي نجيب لك اياه المنتج للعراق. فهذين الغراض اللي جاي نستعرضها بهذا الفيديو هذين مو للبيع، هذين الناس موصين عليهن. طبعا فترة التوصيل تتراوح من 3 أسابيع إلى 5 أسابيع تقريبا هيك شيء. اللي يقول لكم أجيب أسرع وما أدري شنو، فما أتوقع هذا الشيء صحيح، لأن ظروف العراق شوية صعبة، مرات تصير تأخيرات بالجمارك، مرات تصير تأخيرات بغير دولة، مرات عطل رسمية، يعني هيك أمور، فمرات تصير تأخيرات خارج عن طبعا قدرتنا. يعني احنا ما نريد ناخر الغراض ونريد نجيبها باسرع وقت ممكن. هذن ايضا هذن ناس موصين عليهن مو للبيع. اذا يعجبك توصي غراض مال يوغي او ساعات او ملابس او الكترونيات او حتى قطع غيار مال سيارات، فافتح موقع امازون واي باي وابحث عن الشيء اللي تريده ودزلنا رابط المنتج من هذن المواقع وبيك خير وتدلل. عندنا هنا كتاب يمكن مال طالب مال كلية، اتوقع هذا دراسات هيجي شي دراسات عليا. هذا شاحن مال اللابتوب، اتوقع شاحن مال اللابتوب، ما اعرف. طبعا اكو اشياء ما اعرفهن لان مثل ما قلت لكم انه ناس موصين عليهن واحنا شغلنا بس كشركة نقل، احنا شغلنا جبنا هذن الغراض من امريكا للعراق، فهذن الغراض ما اعرف شنو شغلهن، وصراحة ما فارغ انه اقراهن واحدة واحدة لان مستعجلين على مود نطيهن للناس. عندنا هنا مجسمات او نقدر نسميهن فيجرز بالانجليزي يسموهن، هذول مال المصارعين مثل ما واضح قدامكم بالفيديو. هذني مثل يتلبس عليه ملابس او هيك شيء، اي واحد يعجبه مثل هيك اشياء او اشياء ثانيه، مو شرط هذني، ممكن مال افلام، ممكن مال العاب، ممكن مال انمي، فاحنا نقدر نجيب الهيا للعراق. هنا تربل انتيبايوتيك اوينتمنت اللي هو كريم مال مضاد التهابات والجروح وهيجي امور. طبعا نقدر نجيب شغلات بالجمله والمفرد، فاي شخص يحب يوصي يقدر انه هو يبيعهن يستفاد كمصدر رزق او يقدر هو استخدام شخصي. عندنا هنا سكينه هاي
اوه هاي مسدودة ما تنفتح. خلينا نشوف اكو بعد وحدة كي بار مثل ما جاي يشوفون. طبعا هذين محادات يعني، ف اتوقع يستخدموهن يا اما مال الطبخ يا اما مال التخييم، هذين يسموهن الكامبينج او هيك شيء. فاي شخص يحب يطلب هذين الاغراض المعروضات بالفيديو خلي راسلنا على الصفحه. مكملات غذائيه وفيتامينات ومعادن، طبعا هذين ميد ان يو اس اي يعني مصنوعات بامريكا، واصليات ونوعيه كل الزينه. عندنا هنا معالج مال حاسبه CPU Core i7، هذا اللي يحب يجهز تجميعه هم نقدر نساعده ونجيب له الغراض بأسعار مناسبة شوية. نقدم ضمان على الغراض انه اذا وصلت مكسورة او اذا بيها يعني خلل من النقل، واذا ما وصلت الغراض فاحنا نقدم ضمان انه نرجع لك كامل المبلغ اللي انت دازه، في حال لا سمح الله صار يعني سرقة او ضياع او تلف بسبب النقل، فاحنا نقدم لك ضمان على هذين الاغراض ونرجع لك المبلغ كامل. ويمكن هو شركات ما تقدم هيك شيء، يعني اذا ضاع او صار شيء يقول لك احنا ما لنا علاقه مو احنا السبب، بس احنا لا، احنا يعني نرجع لك كامل المبلغ في حال انه كان الخلل من النقل. عندنا هنا اوراق مال مفرده مال يوغي اللي يحب يوصيها بنقدر نجيب شغلات خاصه بلعبه يوغي او اي شيء بصراحه، يعني اي شيء عجبك نقدر نجيبهن. هنا أنا مثل سنتات حديد مال عملة امريكا. هذا مكملات غذائية وفيتامينات ومعادن هيجي شي للجسم. هذني اتوقع مال كلية، للكلية حسب ما مكتوب. هنا أنا جي تي اكس 1060 كارت شاشة مال حاسبة مال التجميعات، اللي حبي يجمع حاسبة ايضا نقدر نجيب له. اي سؤال او استفسار كتبونا بالتعليقات على هذا الفيديو، او ايضا راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك وتدللون. عندنا هنا مجسم مال مصارعة او ملاكمة، لا مصارعة هذا العفو، وما عندي خبرة باللي بيهن فما اعرف هذول الشخصيات منو. بس نكمل الغراض البقية. عندنا هنا ايضا خلينا نجي هاي اول شيء اللي هي SLI، اذا تريد تربط كارتين شاشة، اذا شغلات مال حاسبات والكترونيات ولابتوبات هيش امور. نياسين هذا مكمل غذائي، الصراحة ما اعرف شنو شغله او ما لحقت اقراه يعني شنو عمل المنتج. اذا تقدرون اذا تردون تشوفوا يعني دوروا على اليوتيوب شنو الفوائد مالته. منتج امريكي اصلي طبعا، هذا ميد ان يو اس اي ونوعية زينة. عندنا هنا دفر، صراحة ما أعرف شنو هذا الجهاز، هسه نشوفه شنو، يعني ما كاتبين أي شيء عنه بس مكتوب في شيء مال تجميل. هذا الجهاز مال إزالة الشعر بالليزر، أكثر شيء يستخدمون النساء، وهذين جهازين طالبيهن من عندنا. فأي شخص يحب يوصي مثل هيش الأجهزة طبعا أسعارهم مو غالية، خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وراح نساعده بيهن إن شاء الله. أحب أشكركم لأن تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.